FM. الكلمة ليك. هو توا التجارب المقارنة كلها مشيت في إعطاء إسناد حق الانتخاب للأمنيين والعسكريين، لكن حقهم هذا مقتصر على التسجيل في الترسيم في السجل الانتخابي، ما عندهمش الحق باش يترشحوا، ما حق منقوص، ما عندهمش الحق. هنا المقتضيات الدستور كيف ماهيش معناتها نجموا نمشيو دون دو ليكتور. عندك الفصل 21 اللي يضمن المساواة بين جميع المواطنين والمواطنات، لكن زادة نجموا نقولوا انت كيف تضمن المساواة، علاش تعترف لهم بحق الانتخاب فقط وقت حق الترشح وحق والاضراب والنقابة ويتسموا حق نقابة دونك هوني ديما قانونيا فما نقطة يلزمنا نتوافقوا فيها، وفما حاجة أخرى حياد مسألة الحياد اللي التام اللي تجم تتمس بإعطائهم حق نفهم هنا بكل وضوح راي متاع قانون الدستور، خلينا من السياسة وإحنا اللي نتبعه لك الكوكبات فوالا، يعني قانونا معناها كمختصة في القانون الدستوري المسألة هذه إيجابية أم سلبية بالنسبة لمسار الانتقال الديمقراطي، إعطاء الحق للأمنيين والعسكريين في التصويت في الانتخابات؟ والله تحب نعطيك رأي بكل صراحة وكل موضوعية، لا لا بوغ لو مومون لا. يضر المسار؟ ما يضرش، اما هوش باش ينفعوا برشا. كيف؟ لماذا؟ على خاطر يلزم مش يزيد يصعب الامور في تنظيم العمليه الانتخابيه، يعني انت الامني يعني اللي انت احترازاتك شكليه بخصوص شكليه بخصوص اكثر منها موضوعيه احترازاتي، يعني هو باهي باش تعطيهم حق الانتخاب ويمارسوا حقوقهم السياسيه كيفهم كاي مواطن، لكن اليوم وقت اللي انت مش تنظم العمليه الانتخابيه يلزمك تعمل دي بروسيدور سبيسيفيك للامنيين للانتخاب باش الامن نتاع البلاد ما يتهددش، على خاطر وقت اللي تقوم بالعمليه الانتخابيه لازم شكون يعس بطبيعه الحال. دونك الفو بريفوار اجراءات شكلي معناتها خاصه لتصويت الامنيين والعسكريين. كاب اف ام الكلمه ليك.